سنة بتعمل مثلا 20 فيلم وسنة بتعمل 30 وسنة كده لما يكون فيها زقة وفي منتجين جداد بيدخلوا ممكن تعمل مثلا توصل ل40، لكن احنا كنا بنوصل لقرب 100 فيلم مثلا في الخمسينات. عدت على مصر اكتر من فترة، السينما ازدهرت وبعدين انهارت، وانا رأيي ان انهارت من اول ما الدولة رفعت ايدها عن السينما تماما. الدولة قناعتها ان كنا نعمل حاجة مهمة، لكن لا تصنع شيئا من اجل هذه الحاجة المهمة، لا تستخدم هذه الحاجة المهمة، ما بتدهاش المناخ اللي يخليها تعمل حاجة مهمة.